Go ahead. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أنا أظن كانت say good evening now. Now it's almost morning, and then you have 15-20 minutes for sahur. So I think we should be brief as possible so we can catch some food or anything before we leave. I just want to say something about أول شيء بقول ورد التهنئة من فخامة الرئيس الصيني. الحقيقة جت متأخرة وكانت urgent من الرئاسة الصينية، من نفس فخامة الرئيس الصيني. يهنئ فيها المملكة العربية السعودية، ويهنئ منظمة التعاون الإسلامي، ويهنئ الأعضاء، جميع الدول الأعضاء لإنعقاد القمة. طبعا برقية ترد من دولة كبرى مثل الصين وليست عضو في منظمة التعاون الإسلامي، أنا أعتقد هذا significant. وأنا كما فهمت حتى من السفير الصيني، هذه أول مرة يرسل فيها فخامة الرئيس الصيني رسالة بهذا الشكل وبهذه الأريحية، فأحببت أن أطلعكم على فحوى هذه الرسالة أو هذه البرقية. و is that me in the television or just live or just the last one? It's, I think it's live. Is it? Yes. Ah, okay. And behalf of course of OIC, منظمة التعاون الإسلامي، نشكر فخامة الرئيس الصيني على مشاعره الطيبة، وأيضا عبركم ومن خلالكم أود أن communicate أو نبعث بهذه المشاعر وهذه الرسالة للمملكة العربية السعودية، طبعا دولة المقر التي ترأس القمة الإسلامية بدءا من هذا اليوم، كذلك لبقية دولنا الأعضاء. أخيرا قبل ما أعطي الفرصة لمعالي الأستاذ عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية، إذا يسمح لي، أنه كنا بعد اعتماد البيان الختامي، البيان الختامي سيكون بين أيديكم أو الآن بين أيديكم، فما في داعي نعيده مرة ثانية ونكرره، لكن إعلان مكة المكرمة كنت سأقرأه على المؤتمرين بعدما تم اعتماده، ولكن فجأة الميكروفون تعطل وأمضوا أكثر من ربع ساعة أو 20 دقيقة في محاولة إصلاحه، وكان في مجموعة من الرؤساء يريدون الحديث والكلام، فبالتالي ما تمكن ولم أتمكن من تلاوة البيان. فإذا تسمحوا لي أتلو عليكم البيان ولا تبغوا تصوروا؟ أبتلو عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان مكة المكرمة، وفعلا هذا لايف، ترى أول مرة يكون له في هذا المؤتمر الصحفي. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة بمكة المكرمة تاريخ 26 رمضان المبارك الموافق 31 مايو 2019. نحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذا الشهر المبارك وأن سخر لنا أن نجتمع في البلد الحرام مكة المكرمة قرب الكعبة المشرفة، حيث انطلقت رسالة الإسلام التي أرست أسس العدل والسلام. وإننا إذ نشدد على المبادئ الأساسية للرسالة الخالدة التي انطلقت من ربوع هذا المكان المقدس، عززت القيم والمبادئ الإسلامية لتدعو للترابط بين الشعوب الإسلامية وتعاون لتحقيق العدل والحق والمساواة والإحسان والوحدة والتضامن، ونستذكر الأهداف والمبادئ الأساسية التي قامت عليها منظمة التعاون الإسلامي. بحاول أختصر لكم علشان we get to the points بعد شوي. وإذ نعي التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدول المنظمة جراء النزاعات المسلحة إلى آخره، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عدد من المبادئ والخطوات التي يجب علينا جميعا الالتزام بها، وهي كالتالي، هذا قد يكون الذي يهمكم صحفيين: الالتزام بدعم منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف التي حددها ميثاقها، ومن ذلك العمل الإسلامي المشترك لننطلق نحو رؤية جديدة لمستقبل واعد للعالم الإسلامي.
ثانياً العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية وأنظمتها في كافة المجالات للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية. طبعاً هذا اختصاره، حتى تبقى سوف أترك النسخة كاملة لمن يرغب أن يصورها بالطريقة أو لترغب صورها بالطريقة تراها. تأكيد على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ عام 1967، وذلك طبقاً للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال وحقه في حياة كريمة داخل دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. إدانة الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره مهما كانت الأسباب والدوافع، إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة. رفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين، ورفض تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات والمنظمات التي تدعو للعنف والتطرف. سابعاً استمرار الإدانة الكاملة لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو اللوني أو العقيدة، وتأكيد التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون بين جميع الشعوب سبيلاً لمكافحة العنصرية والكراهية. رفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها وتشجيع الجهود الوطنية لتسعى إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية وتعزيز التصالح بين جميع المسلمين. سادساً التأكيد على أن القائمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عليهم مسؤوليات كبيرة، هذا الكلام موجه لكم، في تحقيق الغايات والمقاصد الأخوية الإسلامية والبعد عن إثارة الفوضى والفتن بين أبناء الأمة الإسلامية. مقصد موجه لكم أنتم اللي تمارسون هذا، بس يعني زملائكم في المهنة. عاشراً التأكيد على أهمية الوقوف مع المسلمين في الدول غير الإسلامية الذين يتعرضون للاضطهاد والظلم والقهر والعدوان، وتقديم كل العون لهم وتبني قضاياهم في المحافل الدولية إلى آخره. 11 استشعار منظمة التعاون الإسلامي للتغيرات والتطورات التي تحدث على المستوى الدولي، ويتحتم عليه تطوير البرامج والأدوات التي تنتهجها لتمكنه من أداء دورها على المستوى الإقليمي والدولي. 12 نتقدم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله على الدعوة الكريمة لعقد الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي وجهوده المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في مسعانا ويرشدنا إلى مبتغانا ويهيئ لنا أسباب النهوض بهذه الأمة حاضرا ومستقبلا. هذا هو إعلان مكة ومتاح لكم، من سوف أتركه في المدخل لمن يحب أن يصوره أو يحصل عليه، فأهلا وسهلا أحمد السماح. وفي أظن مجموعة من نسخ لغة إنجليزية وفرنسية كلها متاحة. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم، وأترك الكلمة الآن لمعالي الأستاذ عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية. شكرا لكم جميعاً. شكرا معليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوات والأخوان من الصحافة. آسفين على الوقت المتأخر، لكن ما حدث في المملكة في الثلاث الأيام الماضية كان شيء حدث تاريخي. استطاعت المملكة أن تستضيف ثلاث قمم: قمة خليجية طارئة، قمة عربية طارئة، وقمة إسلامية عادية. هذا يحتاج إلى جهود كبيرة يشكر عليها الأخوان جميع من ساهم في هذه الجهود، سواء من المراسم أو من أجهزة الدولة أو من المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الإسلامي، الجامعة العربية، وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فالقمم هذه أتت نتيجة ما يحدث في المنطقة. المملكة العربية السعودية دائما تسعى أن تعمل من أجل الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء وتحسين الوضع المعيشي للشعب السعودي وللشعب العالم العربي وللأمة الإسلامية. ونحن دائما المملكة تسعى في بناء جسور التواصل، تسعى في تشجيع الاستثمارات والتجارة، تسعى في تشجيع
تمكين المرأة وتمكين الشباب، تسعى في خلق بيئة ومناخ تسود فيه التقنية والإبداع لتحسين المستوى المعيشي لأفراد المملكة العربية السعودية والعالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام. العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة ويواجه فرص أكثر. التحديات كما تعلمون معروفة، التطرف والإرهاب، الطائفية، الصراعات التي تحدث، التنمية، الفرص هائلة. العالم الإسلامي ثلث البشرية، العالم الإسلامي حجم مساحة كبيرة من الجغرافيا في على الكرة الأرضية، يتمتع بقدرات طبيعية هائلة، فيه مثقفين ومتعلمين، في مؤسسات، في فرص هائلة الذي يجب أن نستغلها لنرفع مستوى المعيشي في الأمة الإسلامية. ولكن للأسف هناك من يخرب هذه الفرص، هناك من يسعى لنشر الطائفية، هناك من يسعى لدعم الإرهاب، هناك من يسعى ويمد ميليشيات إرهابية بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، هناك من يتدخل في شؤون الدول الإسلامية، وهناك من لا يحترم القوانين الدولية ولا يحترم سيادة الدول ولا يحترم المبادئ التي قام عليها المجتمع الدولي على مدى قرون، وهو مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين ومبدأ حسن الجوار. فهذه الدولة معروفة، إيران والقمة الخليجية والقمة العربية أدانت إيران بشكل واضح جدا، والقمة الإسلامية أي أدانت التصرفات التي تقوم بها إيران، مثل أدانت الهجمات الإرهابية على السفن في خليج عمان، وأدانت الهجمات الإرهابية على مضخات البترول في وسط المملكة العربية السعودية، وغيرها من الهجمات ضد المملكة. فأنا أعتقد الحمد لله كانت رسالة واضحة لمن يقف وراء هذا العمل التخريبي، أن العالم، الدول الخليجية والدول العربية والدول الإسلامية ترفض ولا تقبل بمثل هذه التصرفات. فهذه رسالة واضحة جدا، كما أنها كانت رسالة واضحة على في وحدة الصف فيما يتعلق بالمواضيع التي تهم العالم الإسلامي، وكما ذكر معالي الأمين العام على رأسها القضية الفلسطينية. أكدت كل القمم أن الحل يجب أن يكون مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويصل إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. هذا ما نطالب فيه، وهذا المبدأ الذي ننطلق فيه فيما يتعلق بعملية السلام. المواضيع الأخرى طبعا موجودة في البيان وواضحة جدا، فما أثقل عليكم، فإذا كان في أي أسئلة لمعاليه أو لي أعتقد أننا نرحب بها. شكرا. فضل سعد. سعد المطرفي، سؤال واحد الله يخليك. شكرا. السلام عليكم، سعد المطرفي قناة عربية. عليكم السلام. مع الوزير اسمح لي، هو سؤال ولكن من شقين فإذا سمحت لي. صار سؤالين واحد. لا سؤال شقين يعني مرتبط ببعض. معالي الوزير، الإدانات والتصريحات الواضحة جدا في اتهام إيران بالتخريب ودعم الإرهاب ودعم ذراعات الميليشيات الإرهابية في المنطقة، انتهت الدبلوماسية وانتهت المشاورات، ما الحل مع إيران في المستقبل؟ هذا الشق. الشق الثاني هو يدعون الشق الثاني، وهو السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وتحتضن منظمات إسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، وتدعو دائما إلى الوسطية. ما هي خطة السعودية المستقبلية لنشر الإسلام الوسطي وتغيير الصورة الذهنية التي تتحدث عنها رئيس الوزراء سيد عمران خان؟ شكرا. فيما يتعلق بالإدانات، أعتقد أنها لا تريد أي دولة أن تكون معزولة من المجتمع العالمي أو من مجتمعها نفسها. العالم الإسلامي يرفض تصرفات إيران، والعالم الإسلامي يقول لإيران كفى، إذا أردت أن تكوني دولة ذات احترام عليك أن تتبني سياسات تؤدي لاحترام الناس. قتل الدبلوماسيين، تفجير السفارات، زرع خلايا إرهابية في دول أخرى، تهريب سلاح متفجرات لدول أخرى، دعم ميليشيات إرهابية تسيء للمدنيين وتطلق صواريخ باليستية على المدن، هذا ما هو تصرف دولة تريد أن تعيش أن تنال احترام دول الجوار.
فالعالم الإسلامي الآن عزل إيران، يقول لإيران لا نقبل بتصرفاتك. الآن المجتمع الدولي عزل إيران. إيران تعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وتخضع لعقوبات شديدة من قبل المجتمع الدولي. والمجتمع الدولي رسالة يوجهها لإيران إنه إذا استمريتي في هذا المنهج العقوبات سترتفع والثمن سيكون أعلى. أليس من الأفضل على النظام الإيراني أن يركز على تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني بدلاً من أن ينفق قدراته على دعم إرهاب ودمار وقتل؟ مسؤولية الحكومات أن تراعي شعبها وأن تركز على التنمية وأن تركز على الأمن والاستقرار والسلم، وليس على القتل والدمار والتخريب كما تقوم به إيران. فيما يتعلق بالاعتدال، الإسلام دين وسطية ودين اعتدال. فنحن المملكة العربية السعودية كما قال سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، لا نحتاج إصلاح في الإسلام، نود أن نرجع لأصل الإسلام، وهو دين محبة وتسامح، دين وسطية، ما في غلو، ما في كراهة في الدين. هذا الإسلام الصحيح، وهذا ما تعمل عليه المملكة عن طريق برامج في التعليم، عن طريق مركز اعتدال، عن طريق العمل مع المؤسسات الإسلامية الدولية، أساس نظهر للعالم ما هو الإسلام الحقيقي. وهنستمر على هذا النهج. لكن أي جهة أو أي طرف تدعي أن الإسلام يبرر قتل الأبرياء، هذا مو بصحيح. أو أن الإسلام دين متطرف، هذا مش صحيح. الحضارة الإسلامية هي اللي ربطت بين الشرق وبين الغرب من آلاف السنين، والحضارة الإسلامية هي اللي أخذت الحضارة الرومانية واليونانية ونقلتها للغرب. فالإسلام، الحضارة الإسلامية تعتبر حضارة وسطية جغرافيا وتاريخيا. كيف تصير متطرفة؟ كيف ما تقبل الآخر إذا كان هي اللي ربطت بين العالم؟ هذا الإسلام الذي تسعى قيادة المملكة لأن يكون المعروف لدى العالم، وأساس تكون مبادئ السياسات والتعامل مع الدول مبني على هذا الأساس. شكرا. طيب نأخذ سؤال من جدة، من في مات برادلي. يس مات برادلي. Yes, Matt Bradley. Yes, hi. To Mr. Joubert, I'm Matt Bradley from NBC News. If His Excellency will ask me to ask two questions as well, very briefly. Does the Saudi government feel as though it's getting a consistent message from the U.S. administration with regards to Iran? That's the first question. And the second question is, does the Saudi government intend to approve or back a peace plan by the Trump administration if the Palestinians have not been consulted in any of the negotiations leading up to the announcement of that peace plan? Thank you. Yeah, can you repeat the first question? You said combat a consistent message. The voice wasn't very clear. Yes. I'm sorry about that. Do you feel هل تشعرون أنكم تحصلون على رسالة متسقة ثابتة من الإدارة في واشنطن بالنسبة لإيران وتحركاتها في المنطقة وإمكانية الحصول على برنامج نووي؟ نعم، نحن نتلقى رسالة ثابتة من الإدارة منذ اليوم الأول، ولهذا الإدارة قدمت لأوروبا فرصة تعديل الخطة الشاملة المشتركة وهي متعلقة بالعمل على التخصيب، والقضية الثانية متعلقة بالتفتيش، والقضية الثالثة أنها لا تتعامل مع دعم إيران للإرهاب وبرنامجها الصاروخي الباليستي وتدخلها في دول أخرى. وإدارة ترامب قالت للأوروبيين ولأعضاء المشاركين في هذه الخطة، ما لم يصلح هذا الأمر فإن الولايات المتحدة لن تكون جزءا من هذه الاتفاقية، ولهذا انسحبوا.
إدارة ترامب كما السعودية يدعونا إلى منع إيران من العزول على سلاح نووي، ثانيا تحميل إيران المسؤولية فيما يتعلق بدعم للإرهاب، وأيضا تحميل إيران المسؤولية فيما يتعلق بتصدير الصواريخ الباليستية انتهاكا قرار مجلس الأمن الدولي، أيضا أن لا تتدخل إيران في شؤون دول المنطقة. هذه الرسالة كانت متسقة منذ اليوم الأول ولم تتغير، وأعتقد أن العالم استنتج وخلص إلى أن هناك إدراكا بشأن أهمية الضغط على إيران لتمتثل للقانون الدولي وأن تعمل كدولة بدلا من أن تعمل كثورة، وأن تتعامل مع قضية حظر تصدير الثورة، وهذا أمر يناقض الدستور، وأن تقر بسيادة الدول وأن تعمل حسب القوانين المعمول بها. وبالنسبة لخطة السلام، لم نرى خطة سلام من بعد الفلسطيني، لم نطلع على أي خطة حتى الآن، ولذا فإن موقفنا حتى الآن متسق مع خطة الجامعة العربية ومع الخطة التي أطلقت سابقا، ولذا نعتقد بأن أي قرار ينبغي أن يكون متسقا مع قرارات الأمم المتحدة والحدود لعام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وهذا ما نؤكد عليه من موقف الليبي. محمد عبد الرحمن. محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي للعميل العام، هذه القمة فعلا كما قلتم هي قمة عادية، قمة عادية لكنها تأتي في ظرف غير عادي، ظرف زماني ومكاني غير عاديين، وظرف سياسي حيث تأتي بعد في ظل هذه التحديات وبعد ليلة واحدة من قمة عربية وخليجية. ما مدى تناغم البيان الختامي لهذه القمة مع بيان الختامي للقمة العربية والخليجية؟ صحيح فيه تنديد وفيه رفع المسألة للمجتمع الدولي، هل ولماذا لا تكون هناك لجنة مشتركة من الأمانة من دول محايدة تدرس أو تحاول أن تقارب وجهات النظر بين الدول؟ ما بقى للأمانة؟ ما هو دور الأمانة في هذا الظرف؟ سؤال غير سياسي، الرئيس السنغالي طالب بزيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، هل أقر هذا الطلب أم لا؟ ما السؤال الأخير لغلي؟ الرئيس السنغالي طالب بزيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، هل تم إقرار هذا الطلب أم ما زال في الدراسة؟ شكرا جزيلا. أولا إذا سمحتوا لي أنا تحدثت مباشرة وأعرف ضيق الوقت، قرأت إعلان مكة لكن لم أتكلم أو أعلق بشكل عام على المؤتمر. في شكر مستحق طبعا للمملكة العربية السعودية دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي التي دعت لهذا المؤتمر، والحقيقة أن استجابة الدول كانت سريعة جدا، يعني عندما دعا خادم الحرمين الشريفين في وقت قياسي أتتنا الاستجابات دون تردد، لم يكن هناك أدنى دولة واحدة لم تستجب لهذه الدعوة ولم تأيد هذه الدعوة. والحقيقة هذا يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وقيادتها الروحية في العالم، يعني لا أحد يستطيع أن ينافس المملكة العربية السعودية على احتضان مكانتها وقيادتها الروحية في العالم الإسلامي. وكون أنه ثلاث مؤتمرات مثل ما ذكر معالي الوزير عادل، ثلاث مؤتمرات في مكان واحد في مكة المكرمة في العشر الأواخر لا يفصلها إلا يومين، أنا أعتقد أن هذا أعتقد جازما بأن هذا علامة نجاح وقدرة على المملكة العربية السعودية الدورة العضو في منظمة التعاون الإسلامي على أن تنظم مؤتمرات كبيرة. يعني المعلومة أن منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة من حيث عدد الدول الأعضاء، فبالتالي أن تستضيف هذه الثلاث القمم في فترات متقاربة جدا في شهر رمضان الكريم في العشر الأواخر ليلة 27 في حد فنا، وهني الحقيقة المملكة العربية السعودية وقيادتها خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين
على هذا النجاح الباهر لما تحقق ولا هذا الحضور الكثيف دون استثناء من جميع الدول في المشاركة. كذلك نعم لو تسمح لي بس آسف على المقاطعة بس أود أشكرك على الكلمات الطيبة والنبيلة التي تحدثت عنها فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي تنظر لما قامت به كواجب للأمة الإسلامية، والمملكة العربية السعودية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي صاحب السمو الملك بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تنظر لما تقوم به خدمة للمسلم كواجب، ولا نحتاج شكر على ذلك معليك، هذا واجب علينا ونحن نفتخر فيه. والمملكة دائما وسيدي خادم الحرمين الشريفين دائما يؤكد أن لقب خادم الحرمين الشريفين شرف كبير له، ونحن سنستمر في بذل كل ما في وسعنا وكل ما في جهدنا لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الأمة الإسلامية. لكن أود أن أشكر معاليك على الكلمات الطيبة قبل ما أنساها بعد ما تخلص حديثك. شكرا. شكرا معاليك، ولكن أيضا من واجبنا في منظمة التعاون الإسلامي أن نقول للمحسني أحسنت. من البيان الختامي الذي لعلكم، أنا أريد أقتطف فقط أبرز النقاط الرئيسية من أجل كسبا للوقت. طبعا دعم القضية الفلسطينية هذا أساسي ومهم، والتأكيد على المرجعية الدولية في الأمر ومبادرة السلام العربية هذا خط أحمر يعني درجت عليه منظمة التعاون الإسلامي وتم التأكيد عليه هذه الليلة في مكة المكرمة. دعم الشرعية الدستورية في اليمن ودعم استئناف الأمم المتحدة للعملية السياسية هذا اثنين. الإشادة بالدعم الإنساني إلى اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة، تأييد خيارات الشعب السوداني، دعم المبادرة الصومالية لإحلال السلام، الإشادة بدور خادم الحرمين في رعاية مصالح المنطقة القرن الأفريقي، التضامن مع دول بحيرة تشاد، دعم الحكومة الوطنية في أفغانستان، التنديد بالوضع اللا إنساني التي تعيشه أقلية الروهانجا من مينمار، تأكيد موقف المنظمة في رفض الإرهاب طبيعة الحال، القلق من الهجمات التي يتعرض لها المسلمون في سريلانكا، إدارة الاعتداءات في مدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية هذه سمعتم في البيان مكة، إدارة الأعمال التخريبية للأربع السفن في المياه الاقتصادية للأمارات. لكن حببت أن أجيب على سؤالك الأخ الكريم السائل فيما يتعلق بالنتائج. طبيعة الحال أن هناك تداخل، وما أقصد تشابه وليس التداخل، بينما صدر عن المجلس قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. والتفسير بسيط، لأن الدول التي تشكل من مجلس التعاون ومن الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فبالتالي القضايا متشابهة ومشتركة. وكما تعلمون أن هناك أكثر من ثلث الأعضاء منظمة التعاون الإسلامي هم من الدول العربية بما في ذلك الدول العربية والخليجية، فتشابه الهموم يعني كل واحد يلبس قبعة مختلفة خليجي ثم عربي ثم إسلامي، فهذه عبارة عن دوائر متداخلة وهذا شيء طبيعي. فليس هناك يعني مشكلة في فهم أن بعض القضايا مشتركة. صحيح هناك خصوصيات معينة قد تكون بالشأن الخليجي أو العربي، هذا بطبيعة الحال معروف ومقدر، لكن بشكل عام القضايا الأساسية مثل فلسطين قضية إسلامية وعربية وخليجية في نفس الوقت، قضايا التنمية، قضايا الإرهاب، قضايا التطرف يشترك فيها الخليجي والعربي والإسلامي في ذات الوقت في هذا المجال. أما فيما يتعلق بآلية المشاورات بين هناك آلية مستقرة وموجودة ويعلمها مع الوزير، وهي أن هناك ما يسمونه bilateral consultation نعملها سنويا مع الجامعة العربية ومع مجلس التعاون. هذه نعمل على مصفوفة وماتريكس لجملة من القضايا وجملة من المسائل التي نتشاور عليها، قد نتفق 100% قد نختلف 1% من هذه القضايا، لكنها وجدنا أن هذه من أفضل الآليات التي نعمل بها مع دول مجلس التعاون ومع الجامعة العربية وحتى مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. يجتمع الخبراء من الجانبين ثم يحاولون يعرضوا ما لديهم من جملة من القضايا السياسية والاقتصادية، ونحاول أن نتعرف على مواقفهم من تلك القضايا. فإذا هناك جوانب للتشابه أو
لتفعيل بعض المبادرات المشتركة، فليكن بس أحببت أن أجيب على هذه الجزئية. شكرا. طيب شكرا جزيلا، نعتذر منكم بسبب ضيق الوقت ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة. شكرا. شكرا لكم.